سؤالين، متى أمشي وكم أمشي؟ لها إجابتين، كل سؤال من الأسئلة دي له إجابتين، إجابة نظرية وإجابة عملية. نظريا أفضل وقت بعد الفجر بكل المقاييس، عندي مقال اسمه المشي فجرا أو ميزات المشي فجرا. أما عمليا فالوقت الذي يناسبك، صيفا شتاء، إذا كنت موظف عندك شفتات ولا معلم تتحرك من الساعة 6 تخرج من بيتك، هذه كلها. وأنا دائما أغرد في تويتر وأقول، وأنا على فكرة لي حساب في تويتر باسمي صالح الأنصاري يتابعه حوالي 102 ألف متابع، أقول أفضل وقت للمشي هو الوقت الذي تنتظمون فيه. حلو. أما بس ممكن يتغير يعني كل شيء، لا من الصباح لا بأس، لا بأس إذا كنت ستحافظ. طيب. بس موضوع المسافة أيضا إجابة نظرية وإجابة عملية. النظرية من نصف ساعة إلى ساعة، خمس إلى سبع مرات في الأسبوع، من نصف ساعة إلى ساعة، خمس إلى سبع مرات في الأسبوع، هذا مثالي. لكن لبعض الناس اللي عنده أوزان زائدة، لياقة تعبانة جدا، تقول له امشي 12-15 دقيقة ما يقدر. فتجي الإجابة التي أكررها دائما أسميها الثلاثية الأنصارية للمشي للمبتدئين. ابدأ بما تستطيع، توقف إذا تعبت، حلو، عد غدا. يا سلام، هذه عملية. حلو. ابدأ بما تستطيع، توقف إذا تعبت، عد غدا، بحيث أنك تستمر وتبني اللياقة.